فرحة الإفريقي لم تدم إلا في شوط واحد، والعبرة بالخواتيم السواعد الترجية تفوز في ديربي الياد. عقوبة ضد الترجي بهذا المبلغ بسبب جماهيره وبسبب هذا اللقاء وبسبب هذا الحكم تحديدا. المدرب السابق للترجي ينهزم على شباب بلوزداد قبل مواجهة الترجي. إن أعجبك المحتوى أحباب المكشخة لا تبخلوا علينا باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بنا للتفاصيل. فاز الأحمر والأصفر منذ قليل على النادي الإفريقي في ديربي كرة اليد الذي يدخل في إطار الجولة الخامسة من مرحلة البلاي أوف بنتيجة 26-24، وكان النادي الإفريقي قد أنهى الشوط الأول متقدما بثلاث نقاط قبل أن يعود الترجي في النتيجة خلال الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه. ألف مبروك للسواعد الترجية وديما فرحين. عقوبة ضد الترجي بهذا المبلغ بسبب جماهيره أو بسبب الحكم أو بسبب هذه المباراة بالتحديد. 5 ملايين مبلغ الخطية التي سلطتها الرابطة المحترفة العقوبة على الفريق، وجاءت هذه العقوبة بسبب رمي جمهور الترجي للمقذوفات خلال مباراة اتحاد بن قردان في رادس احتجاجا على داعي الحكم هيثم قيران. بدون تعليق ونواصل. قبل مواجهة الترجي شباب بلوزداد يتيح بخالد بن يحيى. حسم شباب بلوزداد مواجهته أمام مولدية الجزائر بهدف مقابل 0 ضمن لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري الجزائري، ووسع شباب بلوزداد الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط أمام مولدية الجزائر والتي يشرف على تدريبها التونسي خالد بن يحيى. على